إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله أنا عندي المرحلة الأخيرة، أقول إن شاء الله المرحلة الأخيرة من ناحية الصيانة، اللي هو تغيير زيت الدفرانس الأمامي والخلفي، طبعا كلها مقاس واحد 75W90. الأمامي يأخذ علبتين، الخلفي يأخذ ثلاث بالمعالج، راح المعالج فقط بس للدفرنس الخلفي اللي فيه نظام اللي بده تسلب نظام الكلاشتات. الامامي بس علبتين بدون معالج. الدبل هو نفس زيت الجير، الدبل هو نفس زيت الجير. راح الان نبدا بال زيت الدبل الدفرنس، بعدين نرجع لزيت الدبل. طبعا هذا عندي زيت الدبل، هذا التفريق وهذا التعبئه. لاحظوا عندي الصاجة هنا بتجيها دقة وياس يحك في الجرم حق الدبل، حاولت أقرصه بس رفض لأنه قوي وخفت أكسر الجرم. فهذا عندي الآن الصاجة راح أفكها عشان الزيت عندي ما يتجمع في المكان هذا، راح أفكها وأخليه راعي السيارة يوديها أي مكان عشان يعدلها، عشان لأن هنا راح ممكن يكسر له الجير او يحك في الجير حتى يكسر الجرم. لاحظ الاشكاليه، خلاص صار محفور. المشكله طلعت مو من نفس القاعده هذه، لا الصاج هذه ما فيها شيء، لكن العارض اللي هنا، العارض اللي هنا انضغط داخل، العارض هذا انضغط الداخل، فعشان كذا لاحظوا عندي هنا هذا نوعا ما الانحناء فيه شيء بسيط، لكن للضرر هنا لاحظوا عندي هنا على شكل مقوس، فصار تقويس من الداخل، هنا ما في شيء فصار مايل بهذا الشكل. طبعا هو يكون مستقيم بهذا الشكل، لما انضرب من هنا صار زي كذا، فصار يمسك في الجرم. لاحظوا ممكن يكسر الجير وحتى يكسر الجرم، يصير فيه تهريب. فأنا فكيتها حتى يغير العرض هذا، هذا يغيره ربع مسامير هنا ومسمار هنا ومسمار هنا اللي راكب فيها الكرسي حق الجير. الأمر هذا فرغ الزيت، فكينا السرة، توقف الزيت. هذا عندي سرة التعبية، هاي سرة التفريق اللي فيها المغناطيس. احنا نسوي لها تنظيف ونركب، وهي السرة بعد التنظيف. الحين راح نعبي الزيت. هذا عندي الان كمل التعبية، لا بس انتظر يوقف الزيت. لاحظوا الان يمشي الزيت، اول ما يقطر الزيت او يوقف راح نقفل سرة التعبئة. توقف الزيت، ياخذ الآن صار يقطر، قفل. راح اخذ منه علبة ونص، علبة ونص، يعني ممكن ياخذ اللتر و400 ملي. خلصنا من الدبل، راح ننتقل انا الى الدفرنس الامامي. الدفرنس الامامي لازم نفك الصاج الحماية السفلية هذه، مسمار واحد هنا، اثنين، ثلاثة، اربعة. هذا عندي سرة التفريق، وهذا عندي سرة التعبئة. راح اول شيء نفك هذا، بعدين راح نفك هذا.
خليه بس نوقف الزيت، بعدها راح ننظف المغناطيس. وقف الزيت، هذا عندي لون السرة، بعد تنظيف. بسم الله ما شاء الله. قفلنا السرة، راح نعبي الزيت. ما شاء الله تبارك الله، عبينا. يعني اخذ مني 2 علب او علبتين الا حدود الربع. لما تنتظر يوقف الزيت ونقفل السرة. الان توقف الزيت، خلاص راح نقفل السرة. الان هذا الزيت، قفلنا السرة، سرة التعبير، سرة التفريق انتهينا منها. الحين راح نركب له صاجة الحماية. هذا عندي لاند افانس الخلفي، فكينا السرة، حررناها، فكينا المصانير حق الكارتير. كل الان عندي هنا تم فكها. ما عاد المسمار هذا الحين نفكه وراح ينزل الزيت. تعب، الشغل متعب، والصيف يا سلام. كان الله كارتير حق الدفرنس، هذا عندي هنا. يعني يعتبر طبيعي سهل. هذا عندي الكارتير، راح نضف الان هنا المغناطيس حق السرة. نضف الكارتير مع الوجه. هذا ما شاء الله تبارك الله، بعد التنظيف. تم تركيب الكارتير، جميع المسامير. راح افتح السرة، نعبي زيت حتى يطلع الزيت من سرة التعبير. طبعا تم تنظيف السرة، والآن راح نبدأ إن شاء الله بالمعالج. أول شيء المعالج، بعدين راح نعبي زيت الدفرنس. تم التعبئة، الحين بس ننتظر وقف الزيت ونقفل. طبعا ما شاء الله شرح الزيت الجديد. خلاص وقف الزيت، راح نقفل السرة. كذا خلاص الان نغير زيت الدبل والدفرنس الامامي والخلفي. قفلنا السرة وعيرنا الزيت. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.